احنا بنشكر ربنا على انتهاء موضوع الطفل شنودة وبنشكر كل وبنشكر كل اللي تعبوا في هذا الأمر، وانتصار الإنسانية فوق القانون زي ما شفنا كده. ربنا يعوض الجميع بالخير، وكل الجهات اللي تحدثنا معها وتكلمنا وياها، وبنشكر بصفة خاصة فضيلة المفتي الدكتور شوقي. بمجهوده بطريقته وبهدوءه وبعلمه وبفضلته قدم الصورة الجميلة. نشكر ربنا انتهت القصة بسلام.